لو نفسك تاكل صيني مش لازم تروح الصين، ولو عايز تاكل ايطالي مش لازم تسافر ايطاليا، ولو بتحب الاكل الفرنساوي مش لازم تطير لفرنسا، لان تايجر سبيشال اديشن دلوقتي في كل حته في مصر وفي كشك عم عبده. تايجر عمل لك بطاطسايه كبيره وتخينه بتمويجه جديده ما فيش زيها، واطعمه مختلفه من حول العالم. تايجر جمبري في الخلطه الصيني، تايجر لحم فيليه بالصوص الايطالي، تايجر فراخ بالجبنه الفرنسيه، كل ده لفتره محدوده. تايجر سبيشال اديشن، تمويجه عجيبه.